السلام عليكم الأولاد، مرحبا بكم مرة أخرى. معكم أخوكم حجر كالعادة على قناة جيمر تي في. أنا برشا ما حكيناش في مواضيع تخص الربح بالإنترنت، خاصة من التطبيقات، وإنه حكينا شوية مواضيع عليها في السابق، لكن المدة الأخرى ما عادش نحكوا عليها. باهي، علاش؟ شنو السبب؟ خاطر التطبيقات معروفة إنها في الأول تكون تدفع بصورة سريعة وسهلة على الآخر، لكن بعد تولي ما عادش تدفع بسهولة، تولي أصعب وأصعب وأصعب. بالنسبة للتطبيق كما تشوفوا فيه انتشر في المدة الأخرى في الجروبات ويحكوا عليه الناس وكل شيء. احنا هبطنا عليه فيديو عنده 6 شهور، عنده 6 شهور من اللي هبطنا فيديو وشرحنا فيه بعض الحاجات، بعد وقفنا عليه. بينما لاحظوا انه ثم يوتيوبرية حكوا عليه في المدة هذه، لكن لغاية معينة، انهم ان هما ينجموا يربحوا وانتم متنجموش تربحوا. كيفاش هما ينجموا يربحوا؟ انهم هما ينجموا يربحوا عن طريق الكود ولا رابط اللي حالة باين. حلو، احنا التطبيق عندي ديجا فيه حساب قديم، اوكي حلينا التطبيق. باهي، عندي فيه حساب قديم فيه $2.25. نرجو الواجهة الاولى، هذه هي الواجهة الاولى. باهي، كيفاش يخدم التطبيق؟ التطبيق انك تقوم بمهام ولا تفرج على فيديوهات، وهو يعطيك كوينزيت، والا يعطيك في بعض الاحيان حالفك الحظ انه يعطيك دولار او 2. لكن المشكلة انه الدولارات هذه ما تنجم تحولها كان للباي بال. كيفاش؟ كما تشوفوا عندك باش تنجم تعمل سحب عندك $10 اقل شيء، و 15 و 20 و 30 و 40 و 50. باهي، بالنسبة انت في صورة ما حتى كان باش تحولها، لازم تحولها باي بال يكون مفعل، باش انت تنجم تشري بيه عن طريق جوجل بلاي، او تشري بطاقات جوجل بلاي باش تنجم تشحنها، باش تنجم تشري بها في الفري فاير. واذا يكون باي بال ماهوش مفعل، باش تتواجه شوية صعوبات في الحكاية هذي، ما نجموش يحولوا لك المبلغ نتاعك. وفي صورة ما حد كيبدا عندك باي بال مفعل، باش تتعب شوية في باش تنجم تلم $10، خاطرها صعيبة شوي، ما تنجم تلمها كان بكود او برابط احالة. وكيفاش ينجموا يلموهم؟ كي يبدا واحد يوتيوبر وعنده برشا متابعين، دونك كي يهبط كود ولا يهبط رابط يدخلوا عن طريق الناس، هو يربح وانت للاسف ما تنجم تربح حتى شيء، خاطر باش تتعب برشا 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 باش تنجم تلم $10، وبعد باش تتعب باش كيفاش باش تصبها ولا كيفاش باش تشري بها. نعطيكم لمحة صغيرة على التطبيق، هو مثلا تحل كما هذه، يقول لك دور لهنا ناحية الإشهار، you got zero، ما نقعد ندخلوها هكا نستنوها، معرفش تحل فيزا فيزا ولا هي كما هكا، تعمل تدويرة. لان يعطيك مثلا 0.05 سنت، 0.0 كذا. كمان عطاني 0.10، هذه نورمالمون كل يوم. one more 3 ميجا سبين in 6 day و 26 ساعة. عندك كذا هلي تدويره كل 6 ايام، فهمتني؟ باه ترجع هاك التالي. عندك زادة كما حكينا على الفيديوهات، باهي تدخل الفيديوهات، استنى هذيك الدور باش تفرج الفيديوهات، يبدا يعديلك في كل ما تتفرج في فيديوهات يعديلك تربح كوينزيت. بعد الكوينزيت هذي يظهر لي تنجم تبدلهم الدولارات ولا حكايات. مثلا لهنا تنجم تلم تزاد عن طريق تلعب ألعاب، ولهنا مثلا 150 كوينز
تحولها زوز دولار كما تشوفوا. اما كيفاش باش تجمع لهم هذوكم، يلزم كل يوم تدخل ولا هنا الحساب نتاعك وكذا الاي دي. لهنا الفيديوهات، كي تفرج على الفيديوهات تبدا يتعدى الوقت كيما هيك، وتربح صناديق الفهم الذهب هذوكم، وكل يعني اكثريه باش يجيك كوين زيت. يعني ساعه ساعه للصندوق تجيك حاجه، لازم تجيك 0.01 سنت، 0.2 سنت وهكذا. الحصيل هذا الملخص نتاع، باش ما نشرحش فيه اكثر خاطر هو يتعب اكثر بالنسبه للناس اللي يتبعوا اليوتيوبر هو اللي ينجم يربح. كما تشوف الكود نتاعي، يعني تدخل بيه يقول لك دخل الكود هذاك، هو اللي يربح اليوتيوبر. يعني تو اي يوتيوبر لقاه هبط على حاجه كما هذه، راهو هو اللي باش يربح بسرعه كبيره، وانت تتعب بركة وتعطي الفيو وما تربح شيء. هذه هي الصراحة وهذه هي الحقيقة بالنسبة للتطبيقات اللي كيما هيك. اما تكون انت معروف باش، حتى كي تكون معروف ما لازمش تستغل الناس زادا باش تربح عن طريقهم، وانت ما تربح شيء وتتعب وتتعب تب تشوف العنوان نتاع الفيديو وتشوف كذا وكذا وكذا، وبعد ما تربح حتى شيء. وفي اخر الحلقة يعني هو اليوتيوبر هو اللي يربح عن طريق هذا التطبيق وعن طريق الفيديو متاعه، ويربح من ناحيتين مشاهدات وتفاعل والمبالغ عن طريق التطبيق. هذا هو اصدقائي الفيديو اللي حبيت نوصله، ما حبيش نشرح برشا على التطبيق هذا معطى في الفيديو. جربت فيديو قبل على التطبيق وعرفت انه هو عنده صعوبة في الربح، يعني في صعوبة باش نجم تربح بالنسبة للمتابع. هذا اللي حبيت نوصله، وان شاء الله وصلتكم الفكرة، وان شاء الله انه اي فيديو تشوفوه بالطريقة هذه وتشوفوا انه حاطين كودات ولا حاطين حاجات ما تتبعوهاش، اما حاجة لصالحك انت باش تخدم بها معناتها على الاقل بشكل متوسط تربح منها، ما فيش تعب كبير كبير. اما باش يستغلك شخص عن طريق كود ولا عن طريق رابط من غير ما تتعب روحك ومن غير ما يغشوك يعني. اوكي ان شاء الله فهمتوا اصدقائي الشرح، ما نطولش عليكم حتى كان طولت عليكم برشا، حبيت جست نوصلكم معلومه. ما تنسوش زادا باش تدعمونا في القناه وتشاركوا الفيديوهات مع بعضكم وتشجيع باش نجم احنا نواصلوا في تنزيل ان شاء الله. يلا أصدقائي إن شاء الله نشوفوكم في مرات أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.